تعتبر القبة الحديدية نظاماً دفاعياً مضاداً للصواريخ ومصمماً للتصدي للصواريخ القصيرة المدى، وهو قادر على اعتراض صواريخ في مسافة تتراوح بين 74 كيلومتراً، كما أنه مصمم للعمل في جميع الأحوال الجوية. وضعت البطارية الأولى في مارس 2011 بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية على بعد نحو 40 كيلومتراً من قطاع غزة، وقد نشرت البطاريات الأخرى منذ ذلك الحين على مقربة من قطاع غزة لاعتراض الصواريخ الفلسطينية. ولكن بالاستناد إلى الخبراء العسكريين، يتعين نشر 13 بطارية لتأمين الحماية الكاملة للأراضي الإسرائيلية، ورادارات الجهاز المتحركة قادرة على رصد عملية إطلاق صاروخ على مدى 70 كيلومترا. ويتم تحديد نوع الصاروخ ومساره بواسطة وحدة التحكم والتوجيه، ففي حال كان الصاروخ متجها نحو منطقة مأهولة تأمر الوحدة باعتراضه، وبذلك يتم تفجير الصاروخ خلال تحليقه خلال ثوان قليلة بواسطة وحدة إطلاق النيران. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 75 إلى 90% من عمليات الاعتراض تعد ناجحة وبكلفة تقدر ب 50 ألف دولار للطاقة الواحدة.